رح نحكي عن تغذية الأطفال الرضع. شو الأخطاء يلي ممكن نحن نرتكبها أول ما نقرر إدخال الطعام الصلب لأطفالنا الرضع؟ من أي عمر أساساً لازم نبدأ بإدخال الطعام؟ نصائح كثيرة أكيد بانتظارها من أخصائية التغذية أسماء الجبري معنا بالاستوديو. يسعد صباحك أستاذ أسماء. صباحك يا رب يا هلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكي، نورتي استوديو مسك. نورك هذا. إدخال الطعام للأطفال، أشخاص بيقولوا من 4 شهور، أشخاص بيقولوا من 6، من 8، في هناك يعني روايات مختلفة. شو التوقيت الصح لبلش أعطي الطعام لطفلي؟ بالحقيقة التوقيت الصح لإطعام الأطفال، أول شيء بدنا نصبح على الجميع إن شاء الله يكونوا بألف خير وصحة. موضوع أنه من وقت ما بتكون الأم حامل تغذيتها عم بتأثر بالجنين، ومن وقت ما بتولد من أول ما بتبلش إرضع الغذاء اللي هي عم تاخده عم يروح لخلايا دماغ قلب أنسجة الجنين أو الطفل خلينا نقول اللي بين إيديها. فمن وقت ما انولد هذا الطفل وهي الأم مرضعة، فغذاء الأم هو غذاء للطفل. تماما، يعني هو مرتبط بشكل كتير كبير بوالدته كتير. لأنه هي بدنا نقول الحلقة لإيصال التغذية لطفلها بالزبط. سواء أثناء الحمل 9 أشهر أو أيضا فترة الأرضاع. بالضبط. إدخال الطعام الصلب أنه خلص أنا بدي بلش طعمي طفلي، تحديدا من أي عمر بيبدأ؟ كيف أنا بدي بلش بفكرة الطعام؟ يعني شو التدريج اللي أنا بدي بلش فيه؟ هلأ يفضل أنه نحن من 4 شهور أو 6 شهور على حسب حالة هذا الطفل. يعني إذا هو الوالدة متابعة مع طبيب أطفال وقال له أنه الوزن شوي قليل، أو نحن فورا هي اعتمدت على الحليب الصناعي ادخلته وتعود هذا الجسم على السكريات المصنعه وهذا الشيء خطا كبير، بعد فتره ما بيعود بيكتفي، فبيصير الطفل مثل كانه شهيته عم تكبر. نحن من هذا العمر على فكره عم نقرر سمنته ونحافته، من هذا العمر تخيلي، على حسب غذاء الام اللي عم ترضع ابنها او على حسب قد ايه فوتت له حليب صناعي، هاي الحليبات اللي كلها سكر وبودره وفيها كميه من المواد الكيميائيه. على 6 شهور خلينا نقول ممكن نعمل التفاح المسلوق أو الكوسة المسلوق، بشرط يكون صنف واحد، وهذا الصنف واحد يكون مسلوق ويدخل الصنف الواحد مدة أسبوع. يعني ما بيصير بهذا العمر أبدا أنه نجمع الأصناف أو نجرب، يعني الصبح شغلة المساء شغلة أو اليوم شغلة وبكرة شغلة، أبدا ما بيصير. ومشوف الأم كتير محمسة لفكرة، ما بعرف ليه بيتحمسوا لفكرة طعام الطفل. بتبدأ طعمي بتبلش أنه فعلا بتنبسط أنه بدي طعمي الولد، بدي جرب له كذا. ففكرة أنه لا بدخله أول شيء ببدأ بصنف واحد، صنف واحد لمدة أسبوع، مدة من ثم بعد هيك إذا شفت أنا تجاوبه معه، يعني كمان ما بيصير تقولي أنه من أول مرة ولا صار معه إسهال أو إمساك أو إلى آخره بوقف الصنف، لا بدك تخلي يعني مثلا هذا التفاح جربه يوم يومين ثلاثة لحتى أتأكد أنه هو ناسبه أو لا، لأنه هو طبيعي جدا أنه معدته تتخربط لأنه داخل أنت أول مرة بحياته عم تدخلي له كمية من السكريات هائلة، التفاح فيه كتير سكر. فأنت من حليب الأم لا مباشرة دخلتي له صنف فواكه فيه كمية كبيرة من السكر، فطبيعي يصير تغيرات بجسمه، فبدك التجربة تستمر يوم يومين ثلاثة بعدين لحتى تقولي ناسبه الصنف أو اسحبه. بعض الأطفال بيرفضوا، يعني بتجي بتحاولي معهم مرة ومرتين وكذا بيرفضوا فكرة أنه خلص أنا معود على الحليب ما بدي أبدا فكرة الطعام، بوقف له ببلش بعد فترة الطفل ولا؟ وزنه منيح والطبيب اللي عم بتتابع معه طبيب الأطفال عم بيقيس وزنه وعم بيشوف طوله بالنسبة لعمره ملاقيه مناسب، الطفل ما عنده شكاوي غريبة، الطفل ما بيبكي كتير مثلا، ما في هالمغص الشديد أو هالنفخة أو تطبل أو ما في أي مشكلة من المشاكل يلي يعني تجرنا لجانب أنه نبلش بكير بالأكل، فالأفضل أنه ما نبلش بالأكل قبل 6 شهور. بعد 6 شهور هو أصلا نما وصارت خلايا وأنسجته بحاجة للطعام الصلب لزيادة النمو، ما عاد يكفي الحليب، بالعكس بعد 6 شهور إذا ما دخلنا الأكل لا سمح الله بيصير عوز بشيء معين. تمام، يعني كمان في أمور سلبية رح نرجع نحكي عنها، لكن إذا بلشنا مع الطفل بعمر 4 شهور رفض الطعام فمعناته هو غير مهيأ. غير مهيأ، وما في داعي أنا فكري أنه نبدأ من 4 شهور إذا ما في شكوى
بإشراف الطبيب قال إنه ابدأي بلشي ابدأي يعني إذا ما في هي بعرف الأمهات شلون بس حليب مبستر وبعدين ننتقل فورا لعلب الأكل الجاهز اللي هنا فواكه مبستر كمان هذا أنت عم يعني عم تغذي له خلايا وأنسجته بمواد كيميائية مواد حافظة يعني أنت كتير عم تأذي للطفل بتكوني بهالطريقة فخلينا على حليب الأم وإذا الحليب بلش يخف ويقل في كتير حيل وفي كتير طرق إنه نحنا نزيد حليب الأم أو نسحبه وندخره نعطيه ببرون إذا ما عم تقبل الأم الإرضاع أو الطفل في كتير أساليب تانية إنه نحنا نتحايل إنه يضل الطفل يأخذ الحليب الأم وبعد هيك ننتقل للأكل الطبيعي نضيف 100% مو مبستر يعني ضد فكرة الأطعمة المعلبة رغم منتشرة جدا بين الأمهات إطعام الطفل من هي العلب سهلة ومنكهة أيضا الطفل محبب للطفل أكيد حيحبها يعني. لأنه فيها سكر كتير فيها ملح كتير فيها نكهات إدمانية فيها مواد حافظة فيها ملونات يعني الطفل رح يحبها من باب عملية الإدمانية تبع السكر اللي بتصير بالدماغ بتصير عنا نفسها فهي سهلة المتناول بتشتريها وخلص بيأكلها الولد ضريتي فتي ما بتعود بتفكر الأم فإذا همها هي النمو تبع دماغ ابنها تمام إذا همها أنه يطلع ذكي ويطلع جسمه سليم إذا همها أنه ما يعاني من مشاكل مجهولة وأضرار يعني لاحق على الأكل الصناعي فلا بس لقي التفاح أمر كتير بسيط وبلشي هيك بالتدريج استمتعي وانت عم تحضري له الوجبة تماما هي نقطة مهمة جدا نبلش بالمواد الطبيعية الخضرة الطبيعية الفواكه الطبيعية التفاح الأحمر بداية سكر كتير وأنا بعتبره جيد كبداية ومحبب هو التفاح والكوسة بتحسي أول ما ببلش بالأكل كتير بيحبوا هالصنفين كتير خفيف لأنه كتير طري وتركيبه بسيطة على المعدة سهل يهضمه البيبي يعني طيب بعض الأمهات بيكون في عندها مشاكل بإرضاع الطفل من حليبها أو بيكون الحليب خفيف ما عم يكفي الطفل ما عم يشبع فبتلجأ للحليب المعلب أيضا بيتم أدي هذا الشيء مضر ولكن هو يعني ما في خيار آخر خاصة الطفل مثلا قبل الأربع أو ست شهور هو غير قادر إلا على الحليب تمام 90% يا رب من الأمهات اللي بيعطوا أولادهم حليب مبستر بيكون من زن الحماية والأمن والأهل ما عم يشبع ما... طب مين قالكم أنه ما عم يشبع يعني مو معقول كمية الاستشارات أنه دخلت الحليب لأنه عم يقلولي ما عم يشبع طب ما أنتي الماما مين اللي عم بيقلك أنه ما عم يشبع العكس هو عم يشبع وزيادة وحليبك إنتاجية حليبك متناسبة تماما مع حجم معدة هذا البيبي بس اللي عم بيصير انه هو عنده تطبل ونفخة دائما لانه هو جديد على الدنيا الاكسجين جديد عليه الحليب جديد عليه انه يستخدم امعاءه جديد عليه انه يستخدم تمه جديد عليه فهو بمرحلة جديدة عم بيفوت ببروسس تنفس من الانف كان يتنفس بالمي جوا بطن امه تحول للتنفس بالانف تحول لانه يستخدم جهازه الهضمي فطبيعي يصير عنده تشنجات تلبكات اي نسمة هواء يبكي طول الليل ينمغز كثير في مسببات غير انه هو جوعان بكاء الطفل يعني ليس مرتبط بفكره الجوع فقط للاسف البحث عن السبب الرئيسي نحن هنا عم نضر الطفل بنضره بنحوله على الصناعي لا تحوليه على الصناعي حليبك كافي وجدا كافي اذا ملاحظه انه ما في عندك ادرار حليب استخدمي جهاز سحب الحليب هذا الجهاز بيساعد على زياده انتاجيه الحليب في ثدي الام وممكن تحتفظ فيهم بكياس من الصيدلية خاصة معقمة للحليب الأم تحتفظ فيهم بالفريزر ممكن يضلوا 3 شهور وفي كتير سيدات بعرفهم يعني عبوا الفريزر كامل حليب الأم كل ما بدها تسحب بتاخذ كيس بتحط له يا بيبي برون مو شرط صار يقرب عليها بتحط له يا بيبي برون أو تبلش تخلطه مع الطعام بعد 6 شهور في ناس بترضع 2 سنين صحيح فالحليب الأم كافي جداً طيب نرجع لفكرة إدخال الطعام بلشنا بصنف واحد لمدة أسبوع من ثم ممكن ندخل صنف آخر للطفل بشكل تدريجي ماذا عن حساسية الغذائية؟ هل ممكن تظهر عنا حساسية غذائية عند الأطفال؟ كيف فينا الرضع طبعا كيف فينا نعرف ونتعامل مع هاي الحالة؟ تمام ممكن كتير في أطفال بيطلع عندهم طفح جلدي حوالي التم
أو طفح بالحفاض أو بالجسم ككل. أو ممكن يصير استفراغ شديد ممكن تحس الطفل عم بيختنق أو ما أنه مرتاح خلال الوجبة، أو بعد الوجبة تطلع يعني تظهر أعراض بتشبه أنه مثلا ما أنه مرتاح، استفراغ شديد، إسهال شديد، يعني هيك ما أنه مرتاح، مصفر، عنده حساسية جلدية، أي شيء من هدول الأعراض بس شوفه أنا ممكن جرب الأكل يوم، اليوم الثاني إذا لقيت نفس الأعراض وعم تزداد فوراً بتوقف عن الصنف وبريح الجسم 3 أيام بدون ولا أكل ولا شيء، لأنه هو أصلاً مو معود على الأكل. فريح الجسم، خليه يفضى تماماً من المادة اللي فاتت. في كتير أطفال، يعني 3/4 الأطفال بتحسسوا من صفار البيض والبيتنجان والفراولة، هذا الشائع يعني، فهدول 3 أصناف من أجلهم لوقت متأخر لبعد 10 أشهر أو سنة، لأنه أصناف بتعطي حساسية للأطفال بالمعظم يعني. حساسية الطفل بهذا العمر من الغذاء مؤشر أنه رح تبقى هي الحساسية موجودة عنده باقي العمر ولا لا ممكن يتغلب عليها بعد ما يكبر شوي؟ مو شرط أبدا. مثل مثلا عندنا صفار البيض قبل 9 شهور أو قبل السنة كل الأطفال بتتحسس منه كلهم 90%، بعد هيك ما بتختفي هاي الحساسية. في أطفال بتستدين معهم حساسية مثلا من البيتنجان أو من الفراولة، وفي أطفال عندهم أنواع تانية من الحساسية. طبعا لازم يكون في عندي تحليل حساسية إذا لاحظ أنه في شيء مو طبيعي أو زيادة مثلا من صنف عادي، يعني إذا صنف البرتقال أو صنف الموز أو عم يطلع حساسية، لا حللي. في أصناف أساسا هي ما بتعمل حساسية لكن ممكن يتحسس منها الطفل، هون أتخوف. لاحظتي أنه إيه أنه بالضبط أنه في شيء غريب عم يظهر، هو ما نو كتير بيظهر على باقي الأطفال، ما نو شائع، فبعمل تحليل حساسية. طيب هاي فكرة كتير مهمة ومغيبة، يعني ما كتير نحن كمجتمع نهتم بهذه التفاصيل وتحديدا بتغذية الأطفال الرضع. نلجأ كثيرا للماما شو قالت، حماتي شو قالت، الجارة شو عملت. هاي التفاصيل قديش مؤذية اليوم، يعني قديش ممكن أنا أعتمد على خبرات وتجارب الآخرين بأطعام أطفالهم وطبق هاي التجارب على طفلي؟ هلأ حلو كتير ناخذ من خبرات اللي أكبر منا الجيل السابق بعدة أمور، يعني شلون طعمي، شلون غير له، شلون نيمه، تعاملات، كتير تفاصيل. بس في شيء بدك ترجعي فيه لإحساسك كأم، مثل موضوع أنه الولد شبع أو ما شبع. الأم إلا بتبقى ما حقول حاسة سادسة مع طفلة، حقول أنه هي أكتر شخص ملاصق له، وهي البيبي هاد كان جوا جسمها 9 شهور ورضعته كذا فترة، أكيد هي فاهمة عليه، في صار في لغة بيناتهم، هي أكيد فاهمة عليه. فمين ما بيقلك حواليك إنه هذا مو شبعان طعمي، هذا بده ينام نيمي، يعني اسمعي للي حواليك، بس حطي ببالك إنه أنت أفهم الناس بهذا الطفل وأكثر الناس قادرة تلبي له احتياجه. تماما، يعني الأم هي العالمة وبتدري تماما الطفل من شو عم يشكي، شو بحاجة. موضوع النحف والسمن كمان موضوع نحن كتير شائع عنا بمجتمعنا أنه نحيف. طيب صحته جيدة مثلا أو تصرفاته جيدة، سلوكه جيد كحركات مثلا، عم ينمو بشكل صحي، هل النحف له علاقة فعلا أنه ممكن أنا أقول هو نحيف فمعناته ما عم يشبع لازم زود له الأكل حتى بعمر متقدم مش بس الرضع؟ فكرة انه اذا ما نسمي فمعناته صحته ما منيحة او عم بيعاني من امراض، قدي هذا الموضوع صح او لا؟ هذا الموضوع شائع جدا مثل ما قلتي، خطأ كتير كبير انه نربط النحف بالصحة، لانه انا ممكن يكون هلأ انا جسمي نحيف بس مناعتي بالطب، وفي شخص تاني سمين بس مناعته اذا اي انفلونزا اجته، اي مرضى اجته على الاسعاف، او حتى اي وقعة بيصير كسر بالعظم. تخيلي يعني قديش نحن معناتها رابطين ربطة خطأ ما بين الوزن والمناعة، ما لهم علاقة أبدا ببعض. أنا بعرف أشخاص عندهم نحف مفرط، يعني جسمهم أميل ليكون كتير زيادة نحيف بس مناعتهم ممتازة. هلا هون شلون منفرق بين الشغلتين؟ منشوف أول شغلة مندرس البادي ماس إندكس، اللي هي خلينا نقول حساب البي ام اي، يلي هي كتلة الشحوم في الجسم، بنحسبها وبنشوف قديش هذا الجسم بعيد عن الوزن الطبيعي بالنسبة للطول والعمر. وعلى هذا الأساس بنقدر نحن نشوف قديش بدنا نزيد هاي الكتلة
شحمية بالجسم. ما فيك تقولي بالنظر والله هذا نحيف روح اسمن لك شي 10 كيلو، بدك تدرسي الملف. تماما. في ناس عظمة تقيل، في ناس عندها سوائل، في ناس عندها عضل، في شي وراثي يعني، هذا بالوراثة نحيف طالع لجده وأبوه وعمه وخاله، في العامل الوراثي كتير بيأثر. هن مناعتهم قوية بس هن كلهم عودهم رفيع، قد ما أكلوا الميتابوليزم تبع الجسم الحرق عالي، فما عم بي الشحوم ما بتتكدس، تحترق فورا. مو شرط انه هو عنده يعني من الخطأ نربط الصحة بموضوع النحافة والسمن، وللأسف فعلا منتشر جدا حتى نحن والأمهات كتير بيخافوا. يعني ممكن انت تنحفي كليين مثلا او يبين عليك شوي انك نحفتي، تجي امك انه ليش نحفتي، مبين عليك تعبانة، مبين. فالصحة غير مرتبطة بموضوع النحف حاجب لك مثال كتير مهم على هاي النقطة، انه حاجب لك مثال على الطفل يلي بياكل اكل جنك فود، شيبسات وشوكولات وهيك، هذا ما بيكون سمين، بيكون سمين بس مناعته وين؟ بالأراضي. بالأراضي أي وقعة هذا الولد عنده خلل، غير ما في ذكاء، غير ما في مقاومة ضد الوقعات والمفاصل والركب والعظم، غير أي قريب هالقد بتلاقي مضادات التهاب ونسطح. فممكن يكون سمين بس شو أكله؟ كلياته أكل سيء من الخارج، وممكن يكون نحيف بس الأمر وراثي ومناعته جيدة. تمام، هي نقطة مهمة جدا يعني بالنسبة لهذا الموضوع، خاصة بالنسبة للأطفال. نرجع لموضوع طعام الطفل، إدخال الطعام للنظام الغذائي، بنلجأ بكثير من الأوقات لفكرة العصائر مباشرة، أمر سلبي أم إيجابي؟ لا، بعد بعمر الأربع شهور أو ست بعمر شهور؟ الست شهور الأربع لا بس بعمر الست شهور وما فوق بيلجأوا لفكرة الببرونة اللي فيه عصير. هذا كلام هيك خطير كبير كثير ولكن يعني فعلا منتشر جدا. هلأ إذا كان التفاح الأحمر انسلق كتير منيح وانهرس بطريقة أنه يصير عصير، أظن أنه ممكن. بس نحن اصلا كميه العصير دائما بنوصف التفاح الحب، ما بنوصف العصير، لانه العصير كم قطعه تفاح بيحتاج ليصير عصير، فهذا الشيء بخلي فيه كميه سكر كتير كبيره. انا اتوقع انه ربع تفاحه هي كافيه لطفل بعمر 6 شهور، اول يوم، ثاني يوم كمان ربع، ثالث يوم ربع وشقفه اذا هو متجاوب مع الصنف. عصير يعني هي كلمه كتير كبيره وبكير كتير. البرتقال، عصير برتقال رح يسبب له نفخة وحامض زيادة شوي، وأصلا ما بيمرق بالببرونة لأنه في حبيبات. وعصير التفاح عصره أصلا كتير صعب، فأنا بستبعد العصير هاي الفترة لبعد السنة. ممكن بعد السنة يشرب برتقال برياحة، بعد السنة ممكن نحن ندخل ممكن. فكرة العصائر. فكرة إيقاف الحليب مثلا، بعض الأطفال هن بنفطموا عبكير، فبتلجأ الأم تتخوف أنه فكرة الكالسيوم بطل ياخد حليب، ممكن يرفض الحليب الصناعي، بتلجأ لفكرة اللبن. قديه هيدا القصة كمان إيجابية أو سلبية؟ من أي عمر ممكن أن أدخل اللبن للطفل؟ اللبن كتير أساسي وضروري لجسم الطفل، فيه معادن، فيه خمائر بتساعد على تعمل إن هي الفلورة تبع المعدة تنظمها على فكرة. كتير بيساعد بتنظيم البكتيريا النافعة والضارة. أنا بحب العيران واللبن للأطفال، بيهدي، بنعس، بارد، منيح يعني. من أي عمر ممكن يبدأ؟ مثلا من 7-8 شهور، ما حقول من الشهر السادس، خلي الشهر السادس كلياته يعني بالتفاح اللي الأحمر المسلوق، وقطع كتير كميات تكون قليلة. بعد الشهر السابع أو الثامن ممكن نبلش باللبن، أصلاً الرز واللبن يعني معظم الشعب العربي هن مبلشين رز ولبن غذاء الرئيسي الأولى للأطفال. بالضبط. بس هو الصح أنه تكون مطبوخة بمرق الدجاج أو فيها نسرات لحم ناعمة، وهالشي من بعد السنة بدنا ننتبه، لأنه صار في كتير أصناف، صار في عندك الصنف الرز اللي ما بعرف كيف مطبوخ، وصنف اللحم اللي ما بعرف كيف مساوى شو أنواع السمن اللي فيه، وصنف اللبن، فثلاث أصناف. لا، هي من بعد السنة. أما إذا اللبن لحاله ممكن من 7-8 شهور، ما في مشكلة بهذا الموضوع. فكرة أساسا يعني طعام الطفل لازم يكون بعيد عن البهار، حتى عن الملح، يعني يكون هو شيء خاص للطفل طبعاً. مش إنه نحن طبخنا فطعمينا الطفل طبعاً. من طبخنا لا 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 أبدا، كثير صنف خطيرة. خاص للطفل. بتعرفي شغلة يارا، نحن اللي عم نعلم الأطفال، يعني أنا طفلي أنا اللي عم بعلمه لما بحط الملح بالأكل. طب ما هو ما بيعرف الملح،
أنا عم عارفه. أنا عم عارفه. إذا أنا مثلا بقول له يلا اجتهد ورتب ونظف هذا الحكي بعمر كبير شوي لحتى مثلا جيب لك السكاكر وهالأشياء. طب ما أنا اللي عم عارفه هو هاي الأشياء ما بيعرفها. بالعكس هاي الأصناف بالنسبة له المغلفة أو الموجودة بالماركت أو وين ما كان هي بالنسبة له مجاهيل. نحن اللي عم نحببه فيها وحتى من عمر كتير صغير خلينا نقول 7 شهور أو 8 شهور هو عم يحفظ ذاكرة الجسد، عم تحفظ الطعمات الألوان الروائح وعم يحاول يجرب يلمس صح. فشو الصنف اللي بتدخليه على حياة ابنك انتبهي كتير منيح لأنه أنت اللي عم تعلمي. تمام، نحن عم نعطي المعلومات وعم ندربه ونعلمه انه هو يحب الملاح يحب السكر زيادة، فممكن نحن بهذا التدريب لأن نخليهم فعلا بنظام غذائي صحي. خلينا نجاوب على سؤال لنسيم البحر عم قلنا عندي بنتي عمرها 2.5 سنين أكلها خفيف جدا وزنها 12 كيلو هالشي طبيعي ولا لا؟ بدنا نعرف طولها ولازم تروح عن طبيب أطفال يكون في متابعة دورية يقول لك هذا الطول مع هذا الوزن مع هذا العمر هل هو متناسب، هل هو في نحف مفرط بعد حسابة كتلة شحوم الجسم البي ام اي او البادي ماس اندكس. بعدين بيقول لك انه اذا في عوز او الوزن جيد، وعلى هذا الاساس بحط نظام غذائي. تماما، وذكرنا انه ممكن الفكره تكون وراثيه اساسا من العائله ممكن. اذا كان في بس اذا في شك الافضل يتابع طبيب يعمل له هي دراسه الملف للصبي. طيب في سؤال اعتقد هو بعيد عن تخصصك، اسماء، شو اسباب تاخر المشي عند الاطفال؟ هو مش لا سؤال من اختصاصك اطلاقا، احنا عم نحكي عن الامور الغذائيه. طبعا سريعا جدا نصيحه للمتابعين، نصيحة لكل أم عم تسمعني إنه ما تسمحي لأي شخص يعلمك شو تعملي لابنك. أنت أكتر إنسان فاهم على هذا الطفل وقادرة تلبي له احتياجه. نصيحة الثانية انتبهي كتير منيح شو عم بتدخلي له لأكله، لأنه هذا الشيء عم يسحب معه للعمر كله، عم بيتعود ويحب للعمر كله وعم يصير في أساسيات برغبته تجاه الطعام. فدخلي له شيء صح الله يرضى عليك، لانه انا الموضوع رح يكون له الاثار السلبيه يعني مستقبلا على الجسم. معلش سامحوني خلص الوقت بس لازم اسال هذا السؤال، الخبز من اي عمر بيتم ادخاله لنظام الغذائي؟ والله الخبز انا مو مع اصلا ادخاله، يعني اذا الطفل ما طلبه بعد السنه الافضل انه هو كله في كثير خميره البيره وفي كثير عندي الجلوتين وفي عندي يعني كمية من المواد اللي عم تعمل تلبكات مو محبب، لا يعني بس عم بيزيد الوزن ونشا وهي وسكر ففيه كتير الخبز أضرار. تماما، أنه هي كمان الأخطاء الشائعة يعني جدا. أنا بحياة أولادي ما في خبز صراحة، في بدائل كتير ممكن لعدس ندخل الحمص الفاصوليا بطرق ظريفة ومحببة، ما ضروري فورا نعرفه على الخبز. تماما، نتشكرك جزيل الشكر لأخصائية التغذية أسماء جبري، شكرا جزيلا لانضمامك وعلى المعلومات.